كرم محافظ الغربية طارق رحمي ورئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار محمد يحيى ناصف فرق العمل المساهمة في حصول المحافظة على المركز الأول في محو أمية الكبار للعام الثاني على التوالي. كما حصلت المحافظة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في فئة حياة كريمة والجاري تنفيذها بقرى مركز زفتة، وذلك خلال احتفالية أقامتها المحافظة بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية. أمل إن كرة حياة كريمة في مركز زفتة إن شاء الله بنهاية المبادرة تكون بلا أمية، أما باقي المراكز تباعا مع مبادرة حياة كريمة سواء في المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة نقضي على الأمية. إحنا بنتكلم في سنتين كمان إن شاء الله تكون محافظة الغربية بإذن الله بلا أمية. طبعا الفترة اللي فاتت مع مبادرة حياة كريمة وبدأ يبقى عندنا أنشطة أكتر وبدأ يبقى عندنا فرص أكتر، ومع اهتمام القيادة السياسية طبعا بمحور تنمية الإنسان وإن لازم نمحي أمية الأمية وإن كل شعب متعلم، ركزنا جدا الفترة اللي فاتت وأطلقنا بعض الخطوات الجديدة اللي ساعدتنا، منها الاستكتاب. والاستكتاب إن أنا بيكون عندي مواطن يجيد القراءة والكتابة وبس معهوش شهادة.